السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من الحياة في كندا. معكم نوال من كيبيك، واليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم الفيديو غادي يكون مختلف شوية، كي يخص واحد لا كاتيجوري دافونسات في البروجي ديال ليميغراسيون. دونك اليوم قررت ندير لواحد ليتاب اللي كنوصلوا ليها اون فوا كندوزو جميع المراحل ديال لي بريباراسيون ديال لي سي اكيو ديالنا، لي ام تي، كناخدو الفيزا ديالنا، كنوجدو كلشي، كناخد بيي دافيون اي كنوصلو المطار. الو كيف كتعرفو جميع ان البروجي ديال نجيو نعيشو في كندا كيكون مجرد فكرة كطيح علينا كنبغيو نحقوها، كيولي حلم كيولي واقع، وكنوصلوا لواحد المرحله اللي كنبداو نبانيكيو فيها شويه، خصوصا ملي كنكونفرونتيو شي حاجه اللي حنا ما عارفينهاش. وفي انني دز بهذه التجربه هذه وعارفه الاحساس ديال واحد اللي كيكون غيمشي يدير واحد الحاجه اول مره، غيدخل المطار ديال موريال اول مره، غيدوز بهذيك لا بروسيدور ديال الديوانه اول مره، عارفها شحال صعيبه، وهي لا 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 لي طاب ال ميم ما صعيباش، ولكن الاحساس ولا ريسبونسابيلتي اللي كتكون عندنا هي كتكون شويه صعيبه، وكيكون كيكون لو تراك اي تو سا. دونك كنحاول نخفف عليكم، كنحاول نعطيكم لي زانفورماسيون اللي غادي تحتاجوها في كل سيتوياسيون. والان بالنسبه للناس اللي وصلوا لي طاب ديال لايروبور، الفيديو ليكم، تبعوا معايا حتى الاخر وفيه معلومات مهمه بزاف. الناس اللي بادين مازال ما وصلوش لهاد الطاب هذه، كنقول لهم ما فيها باس اننا نعرفوا شنو كيساينا، لاننا مادام درنا الفكره في راسنا ان شاء الله ربي غادي يعاوننا وغادي نحقوا الحلم ديالنا، وحنا انجو غادي نوصلوا للمطار في موريال. دونك هما كنوجد لهم اللي مازال ما لقاوش ان اوفر دو بلوا، كنوجد لهم واحد لي فيديو فريمون تري انتريسون اللي غادي دي فيديو فيهم دي ابروش جداد، سواء كونسيرنان اليما، كونسيرنان لي بروغرام ديال لي لونساو بوغ لو نور دو كندا، و دي بروغرام دي بي ان. دونك سون 3 أو 4 بروغرام كاينين اكشوالمون، بغيكم تبروفيتيو وبغيكم تدفعولهم، كل واحد على حسب لو كونتكست ديالو. مي الفيديو ديال اليوم راه مخصص الناس لي فغيمون سون افونسي في لا بروسيدور ديالهم وصلوا لتاب ديال لايوبور موريال. دونك اول حاجه في لايوبور كنبغي تردوا ليها البال هو لو كونتوني ديال الباجاج عما ديالنا. دونك غنحاولوا الماكسيموم نحيدوا لي برودوي لي ليكيد، باش كنقول ليكيد سوا ما لي جو لي بارفان، اي حاجه ليكيد راه انتردي في الباجاج رامه ديالنا. دونك هادوك لي ليكيد لي باغيين تجيبو معاكم، من الاحسن تحطوهم في لي فاليز لي كيمشيو في الطياره نورمالمون في لو دووا. عندنا دو باجاج ا مان باردون دو فاليز دو 23 كيلو اي ان باجاج ا مان. دونك سوا الساك ديالنا الصغير كيكون بعض المرات هازين معنا البارفان، ولا هازين معنا شي كريم ولا شي حاجه، كاع هاد لي برودوي هادو حاولوا تيفيتيوهم وحاولوا تحيدوهم باش ما تعطلوش وما تعذبوش شويه في لي فيريفيكاسيون، ما تاخذوش الوقت بزاف كيبقاو يقلبوا ويفيريفيو وداكشي. دونك اون فوا تكون عندنا هاد لي برودوي نديروهم في دي ساشي باش ما يتحلوش بلا بريسيون، ونحطوهم في لي فاليز اللي كيمشيو في الطياره. والباجاج ما نحاولوا نخليو فيه لي بابيي، الا كاينه شي ارتيكل مثلا شي حاجه ديال لي بيجو ولا هكا نديروها فيه، شي حاجه شير دو فالور دونك نخليوها في الساك ما ديالنا، ولو ريست تحطوه في لي فاليز الكبار اللي كيمشيو في الطياره. ثاني حاجه اللي الناس اللي عندهم دي زانفو، الا كان عندك ام بي بي انفيريور ا 2 عندك الحق تهز ليه قل من 100 مليلتر.
Oui, là, quand au-delà de 2 ans, qui m'ont ouvert pour les enfants. Donc, on a des retards, des trucs pour la caille. Ou pour le mec là, pour l'alimentation, ماشي مشكل, mais évitez ou ça, انكم تكون هزي معاكم ساك, soit des fromages ou la zbda. On sait jamais qu'il y a des enfants qui brûlent le pain avec fromage, à quelqu'un de معنا fromage ou شي حاجة. Ça, ouais, يحتاج les produits هادو, ça, هما يا ممنوعين. خلاص راكم عارفين لي سيزو او كاع داك لي باتيان لي ميتاليك, ما تطلعوهمش معاكم في الباجاج معاه. دونك بوغ لي بي سي ماشي مشكل, كات ممكن تهزو في الكارطاب ديالك ولا هادي تطلعو معاك سون بروبليم. اوتر شوز هما لي زارتيكل لي كيقدرو يكونو اكسبلوزيف, فيهم دي ماتيير اكسبلوزيف, فون ميو ما تطلعوهمش معاكم في الباجاج معاه. ça risque d'atteler, éviter ou fait le genre de problèmes. Les grains, donc donc en poudre ou perturber la personne qui a le contrôle, vaut mieux l'éviter. Même des poudres بحال كنقولوا صفوف او سكر كلاسي او شي دي تروك اللي كيشبهوا لدوتر ماتيير, دونك فو ميو ايفيتيهم, فو ميو ما نهزوهمش معنا كاريمون في لو باجاج عمال ديالنا. Alors, après le contrôle, كتجي اول مرحله في لا بروسيدور ادمنستراتيف, الى بغينا نقولوا في لي ديمارش ادمنستراتيف اللي خصنا نديرو. اول مرحله هي اننا كنتوجهوا لواحد لي بي سي كيكونوا حاطينهم جوست افون لا سورتي. هذوك لي بي سي كيخصنا نسكانيو فيهم لي باسبور ديالنا ونجاوبوا على لي كيستيون اللي كيكونوا مطروحين, ou nardo des photos pour des enfants, pour pardon, pour les personnes les hommes au-delà de 14 ans. Donc pour les PC hado huma qui remplace la méthode l'ancienne li kanet normalement kan un agent هو اللي كي يسولك هذوك لي كيسيون, هو اللي كياخذ لك لا فوتو, هو اللي كيسكاني لو باسبور. ils ont remplacé les personnes لي بي سي. دونك كتوقف قدام بي سي, اول حاجه كديرها كيقول لك شحال نتومايا لي بيرسون اللي كاينين اللي جايين اونصامبل. دونك كتقول لي باغ اكزومبل اوني 4 بيرسون, كيقول لك سكاني ليا الباسبور ديال لا بيرسون الاولى, سكاني لا بيرسون الثانيه, سكاني لا بيرسون الثالثه, سكاني لا بيرسون الرابعه. وخصك من بعد كتجاوب على دي كيسيون, دي كيسيون جونغ واش جايب معاك مثلا لارجون او دو لا دو 100,000 دولار, واش جايب معاك لا فياند, واش جايب معاك دي برودوي ايليغو. المهم كيطرح ان انصومبل دو كيستيون لي لا ماجوريتي ديالها نو نو نو, مي فو بيان دير لي كيستيون اي ريبوندر كوم اي لو فو. اي ا لا فان تاع لي كيستيون هادو كيطلب منك بروندر فوتو بوغ لا بروميير بيرسون, لا دوزيام بيرسون كيف قلت, صف لي زانفون لي عندهم انفيريور ا 14 ans جو بونس. دونك ايتاب سهلة, ما كتاخدش نورمالمون الوقت بزاف, مي يفو توجو بريفوار ان طون سورسو لي جون لي كيديرو لي سكال, بريفوار ان طون فريمون واحد 2 heures حتى 3 heures انتر لافيون لي كتحطكم ou l'avion là qu'on va détacher une autre destination que Montréal. Donc من بعد ما كتجاوبوا على هاد لي كيسيون هادو وكتاخذوا دي فوتو, سي جامي ما فهمتوش شي حاجه ولا ما فهمتوش شي كيسيون, كيكونوا دي بيرسون واقفين في بروش من هاد لي بي سي هادو اللي ممكن يعاونوكم. مي جو فو راسور كو لي كيسيون ساهلين, دي كيسيون ا شوا وي نو,
وما كاينش فيهم زعما دي شوز اللي راهم كومبليكي او دي تيرم كومبليك. من بعد ما كندوزو هاد لي طاب هادي وكناخدو لي فوتو ديالنا، كنمشيو عند ان اجون كاين في لا سورتي، كيقول لك كياخد لي باسبور، كيفيريفي لي فيزا فيزوالمون، كيقدر يطرح عليك كيسيون او لا دو لا ريزون ديال لا فيزيت، او لا ما كيهضرش معاك كاريمون كيفيريفي لي باسبور. وكتمشي ليتاب لا ديرنيير ايتاب وهي ليتاب المهمة ديالنا. دونك اخر مرحلة واهم مرحلة هي لا بيريود اللي كندوزو فيها لي بيرو ديميغراسيون اللي كاين في لايروبور بوريال. هادشي كله راه مازال ما مشيناش خدينا لي باجاج ديالنا، دونك مازال ما ريكوبيريناش لي فاليز. دونك هاد لي سيتاب كنديروهم قبل. دونك اون فوا كنخرجو من عند لاجون هو كيقول لينا فوالا راه خصكم تدوزو بالبيرو ديميغراسيون. هذاك البيرو كنعطيوه لي باسبور ديالنا سي اكيو لي ام تي، و كيعطينا اون روتور لي بيرمي دو ترافاي ديالنا. دي فوا كتكون لا دوري ما طويلاش بزاف الا كانوا ما كاينش بزاف الناس اللي عندهم دي ترافايور تومبورير جايين، و دي فوا سا برون دي زور. بور سولا فو ميو بريفوار لو طون، او سي جامي شحال من واحد جاي avec le même statut que nous. Ou des fois, qui ont des petits problèmes qui n'ont pas les documents, ou des gens ados qui essaient de rectifier, ou même les erreurs au niveau du consulat, donc qui ont l'autorité pêche islahou. Par exemple, ont le droit, l'IMT a le droit faire 3 ans, tant que le visa fait 1 an, permis de travail fait 1 an, donc islahou le koumaya. Donc ça peut prendre du temps supplémentaire de travail, mais ils sont vraiment très humains. Vous ne paniquez pas, c'est simple. Vous avez le statut légal, qu'est-ce que vous voulez le permis de travail, ok, avec un grand sourire. Donc, la procédure est comme la procédure va même pas prendre quart d'heure. دونك كيف قلت سا ديبون شحال كاينه في لا فيل داتونت، مي ان شاء الله الرحمن الرحيم يكون كلشي مزيان. وكيف بزاف الناس يلا جاو ريسامون ما خدتش توت لا بروسيدور، ما خدتش 20 مينوت ما بين سكان او جاوبوا الاسئله، دازو عند لاجونس لحو لهم لي دوكيمون. سي جامي سا برون با ميم با 30 مينوت او توتال، مي فو توجور بريفوار لو كونترير او سي جامي pour ne pas avoir des problèmes avec les autres voyages, lesquels on a demandé un autre voyage à faire. Sinon, en général, il y a la démarche, 3 étapes. L'étape l'oulania, humaya, les PC que nous avons scannés au fur et à mesure les questions, nous scannons au fur et à mesure les passeports, on envoie les questions, on retrouve des photos. Quand nous avons un agent, des fois qui traite des questions, des fois non. Ou la 3e étape, ou le bureau, les canards le permis de travail d'Iana. Et après, quand nous la salle pour récupérer les valises d'Iana. وان شاء الله الرحمن الرحيم لي طاف لي تو دي ستاب غادي يدوزكم على خير وبخير، وما غاديش يكونوا المشاكل ان شاء الله الرحمن الرحيم. انا كنتمنى لكم وصول موفق لمونريال، والله يوفق الجميع. واسبيرون الناس اللي هما يا باغيين يجيو يتلحقوا بينا عام قريب، حتى هما يدوزوا فهاد لي ستاب هادي ان شاء الله عام قريب. خليتكم في امان الله، والى الملتقى.